مدريدي وبتشجع ريال مدريد ومتعصب جدا لريال مدريد، هتعمل ايه النهارده؟ هتشجع محمد صلاح ولا هتشجع ريال مدريد؟ خلونا نشوف الشارع هيشجع مين. كده بشجع ريال مدريد، بس موقف طيب. النهارده انا مع محمد صلاح وبشجع ليفربول في اي ماتش يعني. وانا قريت كذا كومنت على الفيس ان في ناس هتبقى محتاره جدا مش عارفين يشجعوا محمد صلاح ولا كريستيانو، بس يعني هم قالوا محمد صلاح في الاخر عموما ابن بلدهم. انا بشجع محمد صلاح. بالنسبه لي انا هشجع ليفربول علشان محمد صلاح. عشان محمد صلاح اشجع محمد صلاح طبعا. اكيد برضو محمد صلاح اكيد يعني. ليفربول ليفربول ايه اصيا اشجع. لا بحب الريال شويه يعني اكيد يعني اشجع صلاح. بعيدا عن انه مصري وبعدين ان احنا مصريين، انت بتشوف محمد صلاح كلاعب كوره تمام؟ لا لعيب ما شاء الله كويس وربنا يوفقه يا رب وربنا يصلح حاله يعني. محترف و سريع جدا وعنده مهاره حلوه جدا في الملعب. حاجات ما حققتش حققها زيه هو قبل كده في لعيبه الكوره الاول يعني زي رونالدو وميسي والكلام ده. هو يعني يا رب يكسب الماتش النهارده عشان بس يعني يكسب رونالدو ويتحداه ويبقى قد المسؤوليه يعني. شايف ان ممكن محمد صلاح يسجل اهداف النهارده؟ ان شاء الله. اكيد اكيد طبعا ان شاء الله ربنا يوفقه ربنا معاه باذن الله. اكيد ان شاء الله. كريستيانو ولا محمد صلاح؟ لا محمد صلاح طبعا. لا محمد صلاح. لا صلاح. طب هو طبعا قلت بقى اكيد صلاح. الماتش هيخلص لصالح محمد صلاح ولا صالح ريال مدريد؟ محمد صلاح باذن الله. محمد صلاح هيجيب اثنين. والله العظيم محمد صلاح هيجيب اثنين.